مساء الخير عليكم، مرحبا بكم عندنا في حصتكم، حصة شوربة. جبت لكم اليوم شوربة العدس الأحمر. على شوربة العدس الأحمر مليحة تاني تفيدنا في رمضان، وننوعوا بها نوع الشوربات اللي ناكلوهم. نديروا الزيت يسخن ونتحطوا على المقادير تاع العدس الأحمر. الوغ باش نديروا هاد لاسوب تاعنا تاع نهار اليوم، بيان سور البصل هو الاول، ندبلوه مع الزيت. راح نديروا فيه اطراف تاع اللحم لانه العدس يتوالم مع اللحم، ونديروا فيه حبه بطاطا حبه زروديه، لو بوكي غارني تاعنا اللي هو كرافس بيان سور والرند وزعتره، فيه لا طوماط، ونمرقوه بمرق الدجاج. يعني هو فيه اللحم راح نمرقوه بمرق الدجاج، راح يعطينا اون سوب بنينه. بيان سور نميكسيوه راح تولي اون سوب فلوتي. اذا نبداو مع بعض. بسم الله. العدس تاعنا هو البصل عفوا هو الاول كما دائما ديروا. نقولوا راكو تعرفوا الفوائد تاع العدس، وهذا لو لونتي كوراي يحبوه دراري وخفيف، ممكن نديروه دي سوب الي ليجي نقدروا ناكلوه، ما يتقلناش المعده تاعنا، وما فيهش لا طوماط كونسونطري، يعني راح يسهلنا، ما يكونش عندنا هذاك الحرق وحنا صايمين، ما يعذبناش. فيها سنات ثوم ايضا اللي ما تحدثت لكمش عليها، فيها الزبده اللي يحب يدير يدير، اللي ما حبش يدير ما يديرش. انا اليوم نفضل ندير لها شويه زبده مع الزيت، مع الزيت والبصل. على بالي بلي هاد لاسوب دراري كامل يحبوها. لاسوب تاع اليوم ما درتلهاش لو بواغو، كيما درتلهاش لو بواغو دونك اليوم ندير لها السنه تاع الثوم. كيما كنت حكيت لكم من قبل، لو بواغو من عائله تاع الثوم والبصل، كي نديروه ما نديروش الثوم، كيما يكونش لو بواغو نديرو الثوم. انا رميت سنينات كيما راهم كاملين، نقليهم مع البصل. ندير لكم اي سوب خفيفه هكذا في السهره، ما تجيكمش التخمه، تقدروا تبوجيو، اللي يروح يصلي التراويح ما ينعسش في الجامع. نديروا شويه لحم يتقلى مع لانه كل ما كانت الماكله ثقيله في الفطور كل ما ننعسوا في هذيك السهره نتقالوا، لكن كي ناكلوا حاجه خفيفه يبقى الواحد خفيف ويقدر يزيد ياكل في السحور. اذا هنايا درت لكم بطاطا، فيه كاين اللي ما يحبش يدير البطاطا، يعني هو لي غوسيت كلاسيك ما فيهم والو، يجي غير هذاك تجي غير هذيك الخضره ولا هذاك لانغريديون تاع لاسوب، لكن انا فضلت ان نكاسيهم كامل، ندير فيهم البطاطا، نزيد لها حبه زروديه، ندير لها لو مورسو دو بولي ولا شويه تاع لا فيوند، باش هكذايا اون غوليف لو غو تاع لاسوب ديالنا. انا سورتو في شهر رمضان نحبوا ناكلوا حاجه بنينه، نحبوا ناكلوا حاجه شابه، ونحبوا نبدلوا، نحبوا نكسروا هذيك لا روتين، وشهر رمضان يجي بخيره معاه. في الجدار تاعنا يتعمر وحده في رمضان، باسكو اللي يشوفوها نشهاوها، اللي يشوفوها يشريوها. الوغ درنا البطاطا والزروديه مع لو بوكي غارني، توجور لازم نقليو بيان. اذا حنا ماذا بينا نديرو حاجه بنينه وحاجه اللي ما تكلفناش بزاف. واش زدت لها اضافه كذلك لاسوب تاعي تاع نهار اليوم، زدت لها شويه رز، ماشي حاجه كبيره، واحد زوج مغارف منها تانيت فيتامين، ومنها باش نخترو لاسوب تاعنا، باش ما باسكو لاسوب تاع العدس ما فيهاش لا فارين. ولا هنايا درت جوست 250 غرام تاع لي لونتي، يعني 250 غرام تاع لي لونتي مع زوج مغارف عدس راح ادير لكم قدره تاع ان سوب لاباس بها.
وكي تكون لا سوب خفيفه تقدروا تاكلوا لو دوزيام بلا وانتم مرتاحين. بسم الله. ندير لها الرز، درنا عاود لكم واش درنا من الاول، درنا الزيت والزبده، درنا البصل، ما درناش بواغو اليوم، درنا سنينات تاع الثوم، درنا البطاطا حبه بطاطا، درنا حبه زروديه، ودرنا لو بوكي غارني تاعنا، درنا اللحم اليوم ما درناش طراف دجاج لانه العدس سيتوا تاع مع اللحم خير من الدجاج، وراح نمرق بمرق الدجاج. لي زيبيس نديرو ملح فلفل كحل ونديرو كمون، نديرو الكمون بيان سور على لي غاز، وندير لها لا طوماط غابي. فوالا هكذا وانتوما اللي كيديتو لا سوب ديالكم ما تشد لكمش اليد، 5 5 وانتوما وجدتوها، سورتو الانسا اللي يخدموا يحوسوا غير على لي روسيت فاسيل باش يكفيهم الوقت. الوغ نزيد مرقها برك شويه، ندير لها الملح، من بعد وندير لها الفلفل الكحل والكمون. الوغ نجوزو لو سالي ديالنا، كيما تعودتو علينا ليميسيون تاعنا فيها سبيسيال اونتري، فيها اون اونتري شود اللي هي لا سوب ونديرو ان سالي. الوغ لو سالي تاع اليوم نحكي لكم عليه، سي اون بات بريزي اللي سبق وشفتوها معايا. كيما حكيت لكم ناخذو 250 غرام دو فارين، نديرو لها 125 غرام دو بور، نخدموها باليد، قرصه ملح، قرصه زعتر، ونطموها بالبيض، نخليو لاباط تاعنا تروبوزي ونحلوها بالحلال. الوغ راح نحلوها بالحلال. اذا نحلو لاباط تاعنا، راح نعمرو لي مول اتارتولات. اليوم اختاريت لكم هذا النوع، المهم يكونوا دي مول صغار ما يهمش الشكل تاعهم، دي ميني تارتولات. اذا اون فونسي هاد لي مول بلاباط تاعنا، ندخلوها طيب كويسون كومبليت، من بعد نديرو لها لا فارس. كي طيب هنا واش درت انايا، طيبت ان بلون دو بولي ولا طيبو دي كويس ولا، المهم طيبو ان مورسو دو بولي، ديروا له حبه بصل، ديروا له كاسمه ملح فلفل كحل وزعتره، غطيو عليه خليوه يطيب. بعد ما يطيب لكم هذاك لو مورسو دو بولي واش ديروا، ميكسيوه وبخوني ان ميكسور ولا حطوه فان فيتو، خليوه يترحى يولي لكم عجينه هكذا، يولي لكم اون بات. من بعد تاخذوا لا ميم ميزور، باغ اكزومبل هذاك الفخط فيه 100 غرام، تاخذوا 100 غرام تاع لا كريم فريش، طلعوها بالباتور، ضربوها واحد 2 مينوت بالباتور وتخلطوهم في زوج مع بعضهم. الوغ لي 100 غرام تاع لا كريم فريش مونتي مع هذاك لو بلون دو بولي ولا لا كويس دو بولي اللي طيبتوها وميكسيتوها. الوغ انا جليزي ميكسي باش نربحوا الوقت بيان سور، ودرتهم في اون بوشا دوي اون دوي كانلي. كي يطيب لو سالي تاعنا لي فون هذوك كي يطيبوا نعمروهم بهذيك لاموس. اذا انا جو في فونسي لي مول تاعي، لو فور ا 180 ندخلوهم 20 دقيقه، بيان سور لو فور توجور بريشوفي كيما نقول لكم. تانيت هادوما باش نرومبلاسيو هذاك البوراك تاع كل يوم كل يوم كل يوم حاجه مقليه، اذا نقصوا شويه من القليان. سيرتو رمضان الناس تحب لا سوب تاعها دائما تاكلها بحاجه. اذا فرونسيوهم مليح باش ياخذوا لومبرانت. اذا انا نواصل على هذه الطريقه وندخلهم يطيبوا، وراح نتلاقاو بعد ما يطيبوا باش نزينوهم. اذا مرحبا بكم معنا من جديد بعد لي طابو لي فون دو تارتولات سالي ديالنا، وبعد ما حكيت لكم على لافارس تاعنا واش فيها، اللي قلنا صدر تاع الدجاج مع لا كريم، طلعناها كريم فريش درناها بوشادوي، راح نعمرو بها لي طارت تاعنا مع انهم سي دي طارت سالي. انا قلت لكم ميكسينا هذاك الدجاج بعد لي طاب وخلطناه مع لا كريم فريش، ودوكا نديرو لهم لا ديكوراسيون. فوالا
دونك لا ديكوراسيون عندكم لو شوا ديكوري كيما تحبوا. باغ اكزومبل انايا اليوم اختاريت لكم دي شيبس او فرماج بوم دو تير، درنا دي شامبينيون دي كورنيشون، وانتوما ليكم لو شوا كيفاش تزينوهم. الوغ وحده ندير لها شامبينيون مع ان شيبس، شامبينيون اي شيبس، وحده ندير لها باغ اكزومبل دي كابر. دونك كل واحد و لو غو ديالو واش يحب. بيان سور كل واحد يراعي، واحد عنده لاتونسيون، واحد ما يحبش هذيك الحاجه، كل واحد يدير واش يخرج عليه. المهم حنايا اون بريزونت بليزيوغ زيدي، و نتوما ديروا واش حبيتو. على بالي بلي بلي شيبس دراري راح يحبوهم. تقدروا تزيدوا لهم ثاني شويه معدنوس، تقدروا ديروا كلش. وهكذا نكونو زينا الطاولة تاعنا تاع رمضان، وتاكلوها بالصحة ولهنا إن شاء الله. وإن شاء الله نتمنى أنكم تشوفوا وتعاودوا معنا. إذا هكذا ديكورينا لي صالي تاعنا، يبقى لي غير ميكسي لا سوب دو لونتي ديالي، ونتلاقاو في صحن التقديم. مرحبا بكم معنا في صحن التقديم بعد اللي جهزت اطباقنا وحطيناها في لاطابل تاعنا. اذا نذكركم واش درنا نهار اليوم. درنا لا سوب دو لونتي كوراي اللي هي حساء العدس الاحمر، قدمناها بدي كروتون دو بان، نتوما قليوهم سوا في زيت زيتون سوا في شويه زبده وشويه زيت، وديرها شويه معدنوس. اللي يحب يزيد فرماج غابي يقدمها به. كوم سالي درنا اليوم دي تارتلات سالي ا باس دو بات بريزي، يعني درنا العجينه بريزي ولا ديروا عجينه صابلي، ديروها فونسي وبها لي طارت تاعكم. درنا ان موس او بولي اللي كانت صدر دجاج طيب في البصل والماء، ميكسيناه خلطنا معاه لا كريم فريش قد الدجاج قد لا كريم فريش، درناها في بوشادوي، عمرنا بها لي فون دو طارت سالي تاعنا. ديكوراسيون درنا شامبينيون شيبس ولا ديروا كورنيشون ولا واش حبيتوا، الاختيار لكم. المهم تزينوا الطابله تاعكم، هذا هو المهم والمفيد في شهر رمضان باش الاولاد الصغار يقدروا ياكلوا وانتم ايضا. اذا بهذه الاطباق تاعنا اليوم قلكم الشهيه طيبه، والى اللقاء ان شاء الله.